متابعين معكم مشاهدي سوبر تي في لحتى نحكي أكثر حول مفهوم الاختراق أو اختراق التطبيقات للحسابات الشخصية. دائما عم بيكون في أقوال وإشاعات كثيرة، ولكن الجواب الصحيح والشافي عم ناخده دائما من الخبراء. لهيك رح ينضم لنا اليوم رولان أبي نجم، الخبير بأمن أو بتكنولوجيا المعلومات وأيضا التحول الرقمي. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة مسيو رولان عبر شاشة سوبر تي في. مرحبا مريم، لك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا، سعيدين بوجودك معنا مرة جديدة. مثل ما قلنا رح نحكي حول مفهوم الاختراق الرقمي أو الديجيتال هاك. شلون نقدر نعرف هذا المفهوم؟ أول شيء لما نحكي بموضوع الاختراقات، في عنا أسبدك عدة معايير لموضوع الاختراقات. أول شيء في الاختراق اللي بيكون هدفه بمحل معين سرقة داتا أو بيانات أو معلومات. يعني أنا مثلا ممكن اخترق لك البريد الإلكتروني تبولك وكون عم بسرق لك كل الداتا والبيانات تبولك، أو عم بخرق لك هاتفي كلمات اسرق لي إذا بدك كل شيء له علاقة بالبيانات. سو أنا عم بعمل شيء بسموه أن أوتورايز أكسس، يعني أنا ما عندي الصلاحية يكون عندي أكسس أو وصول لهذه البيانات، بس أنا عم بقدر أوصل عليها. النقطة الثانية اللي هي موضوع إذا بدك التخريب، الهدف التخريب، يعني أنا بكون هدفي مثلا بمحل معين أخرق موقع إلكتروني كبطل عم يشتغل، او اخرق لك هاتفي تشفل لك كل المعلومات بقلبه، او اخترق شركات وغيرها اللي كمان بيكون هدفه عطل لك كل الخدمات تبعتها، او عم بخرق حكومات او غيرها. في شغله ثالثه اللي هي كمان بخطوره اول شغلتين، يلي هي الاختراق بهدف التعديل. شو يعني؟ يعني انا مثلا عم بخترق الجامعه تبعتي، انا راسب بالعلامات بدي اغير العلامات تبولي تصير ناجح، انا عم بخرق حسابات بنكيه تزيد اصفار معينه على حساباتي بالبنك وغيرها من التفاصيل. سو اذا بدك هولي أكثر ثلاث أشياء معروفين بموضوع الاختراقات ويلي أكثر شيء بتصير. تمام، طيب أيمتى الشخص يكون أكثر عرضة للاختراق؟ الفكرة أنه كلنا معرضين وبأي لحظة. هلأ كل ما يكون حدا نظرياً معروف أكثر أو في أسباب أكثر بتخلي المخترقين يخترقوه، أكيد هو بيكون معرض أكثر. هلا بمحل تاني في كمان مفهوم خاطئ في كثير عالم بيعتبروا انه مين انا تنخرق او انا ماني شخص كثير مهم او كذا وهيك. لا بالعكس، كلنا معرضين، خاصه اللي معرض اكثر اللي هو ما بيهتم كثير اذا بدك بامنه او بامن حساباته او بامن هاتفه او بامن ايميلاته وغيرها من المواضيع. فهذه النقطه كثير اساسيه نحن بنجرب نوصلها لكل العالم، بغض النظر انت مين، بغض النظر اذا مدير او مسؤول او موظف او رئيس او وزيره او شو ما كنت تكون. كلنا معرضين، فكلنا مفروض نشتغل على تامين حساباتنا. مزبوط انه احنا قد ما اشتغلنا تنامن حساباتنا ونعمل امن وحمايه ممكن نضل ننخرق، بس بنفس الوقت نفس المبدا دائما بنعطي مثل، اذا نحن فلينا من البيت ممكن حدا يجي يخلع على الباب ويفوت لعنا على البيت ويسرق البيت، بس مش يعني انه احنا بنفل من البيت وبنترك الباب مفتوح. صحيح. طيب بالنسبه لحمايه الحسابات الشخصيه، لاي مدى مثلا لازم يكون الباسورد ككلمه معقده، وما مدى يعني انه تكون الباسورد معقده عم بيساعد اكثر بحمايه الحساب؟ اول شيء موضوع الباسورد بحد ذاته ما لنا كافي ابدا نحمل حسابات. اول شيء ضروري الباسورد تكون معقده. لما بنحكي معقده شو يعني؟ يعني بدها تكون على الاقل 10 كاركترز او اكثر، بده يكون فيها سمول لترز وكابيتال لترز، وبده يكون فيها ارقام وسبيشال كاركترز. سبيشال كاركترز مثل الات وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب وهول المواضيع. بس الاكبر غلط اللي اوقات بنعمله نحن بنحط باسورد معقده بس بنستعملها على اكثر من حساب. فهذا الموضوع شو بيؤدي؟ اذا انا استعملتها بالايميل تبولي وعلى السوشيال ميديا واستعملتها بموقع معين، اذا هذا موقع تم اختراقه وسرقه الباسورد بيقدر يفوتوا لي على كل حساباتي. كل ما هيك دائما بننصح العالم انه لو شو ما كانت الباسورد، الباسورد بحد ذاتها ما بتؤدي. بنعرف، رح اعطي مثل، نحن كلنا بنعرف مثلا كنا بالبيت عندنا خزنه، هيدي الخزنه على الاقل بيكون فيها قفلين او بيكون فيها ثلاثه، فكل ما هيك نحن فينا نعتبر انه اليوزر نيم والباسورد هي اول قفل، فاذا انسرق وما عندنا قفل ثاني ممكن ننخرق. كل ما هيك دائما بننصح العالم يعملوا شيء بنسميه تو ستيب فيريفيكيشن او مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. شو يعني؟ يعني انا بقدر ازيد قفل جديد على حساباتي، وهذا المفروض كل يعملها وموجوده بكل شيء، بالايميلات، بالسوشيال ميديا اكونتس، وين ما كان بكل شيء عم نستخدمه، انه انا اذا في حال بمحل معين حدا سرق لي الباسورد تبولي، اذا جرب يفوت يكون انا رابط الموضوع بيوصل لي مسج على تليفوني اس ام اس، او بيوصل لي واتساب كود، او بيوصل لي بيكون في عندي اوثنتيكيشن اب، هذا تطبيق بيعمل جنريت لكود كل 30 ثانيه كرمال انا اذا ما حطيت هذا الكود ما بيقدر يفوت. فكل ما لقيت الباسورد لو شو ما عملنا وقد ما صعبناها ممكن نضل بمحل معين لحالها وعم تشكل خطر كثير كبير. فكل ما هيك ضروري نعمل اذا بدك طريقه حمايه اضافيه اللي هي تو فاكتور اوثنتيكيشن. تمام، طيب بالنسبه للمخترقين او الهاكرز شلون عم يقدروا يصلوا للمعلومات بحسابات الاشخاص؟
هلا هذا الموضوع في عدة طرق، وأنا دايما بدي أقول للعالم شغلة، وخلينا نكون إذا بدك نقولها بكل صراحة، وهيك المخترقين دايما مسبقيننا بأشواط، لأن المخترقين هن عالم خبراء بمواضيع إذا بدك الاحتيال الإلكتروني، بمقابل العالم اللي هن المستخدمين، وأغلبية العالم يمكن منهم خبراء بهذا الموضوع. أوقات كثير بينعمل شيء بنسميه السوشيال انجينيرينج، يعني بينضحك عليهم العالم، بمعنى انه اذا بدك تعمل توثيق لحسابك على انستغرام كبوس على هذا الرابط، انت ربحت جائزه معينه كبوس على هذا الرابط، رح يتوقف حسابك فكبوس على هذا الرابط. والنقطه كمان يعني بس اوضح قد هذا الموضوع دقيق، اختراق الواتساب ما بيتم الا بطريقه واحده، هو انه انا اذا هلا معي رقمك وبدي ماشي الواتساب تبعولك عندي، رح يوصل لك كود، بقلب هذا الكود في مسج كاتبينه Please don't share this code with anyone. الرجاء عدم مشاركة هذا الكود مع أي حدا. بيجي حدا بيقول لي بليز وصل لك كود بالغلط ابعت لي اياه، بقوم أنا ببعت له اياه. سو كرمالك أوقات كثير العالم بسبب إذا بدك عدم الوعي، أو بسبب إنه لا مسؤولية أو شيء، بيخسروا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتساب تبعهم أو كذا، بس لأنه المخترقين تزاكوا عليهم إذا بدك بمحل معين، أو تضحكوا عليهم أو تلاعبوا فيهم تيقدروا يبعثوا لهم بيانات معينة. نحن دائما بنقول للعالم بهذا الموضوع ينتبهوا من الهاكرز، أول شيء ما يكبسوا على ولا أي رابط لو مين ما كان باعت هذا الرابط، حتى لو حدا بنعرفه. ليه حتى لو حدا بنعرفه؟ لأنه أنا مثلا إذا أنا بعرفك، لو إنه بعرفك وبوثق فيك، ما المفروض أوثق بالواتساب تبعولك، ما صح. المفروض أوثق بالسوشيال ميديا تبعولك، هو كله ممكن ينخرقه. فأنت إذا حكيتيني من الواتساب بعتي لي رابط وأنا عندي الشك، المفروض أقول لك أتأكد، لأنه ممكن يكون الواتساب تبعولك مخترق وعم يتم الاحتيال تبعولي من الواتساب تبعولك. فدائما المخترقين بيضلوا يلاقوا ثغرات أمنية موجودة بالتطبيقات عند العالم، بيستغلوا أخطاء بشرية تيقدروا بمحل معين يخترقوهم. تمام، طيب في حال تم اختراق أي حساب على السوشيال ميديا، إيش هو الإجراء الأولي اللي لازم يقوم فيه الشخص؟ هلا بهذا الموضوع بتفرق اذا بدك موضوع الحسابات بين حسابات فيسبوك او انستغرام او واتساب او تيك توك او غيرها، بس الكل اذا نحن بنفوت على اي واحد من هول في عندنا محل تو ريبورت هاكت اكونت، فهذا الموضوع ضروري نحن نتبع الستابس اللي نحن بنعملها، نعمل ريبورت لهاك اكونت، واهم شيء اهم نقطه بهذا الموضوع نعمل هذا الريبورت للهاك اكونت من نفس الجهاز اللي انا اوريدي عم استخدمه، لانه هن ساعتها بيكون اوريدي مسجل عند شركة ميتا، فيسبوك، انستغرام، واتساب، او شركة تيك توك، او شركة تويتر اكس يعني وغيرها، بيكونوا هن بيعرفوا انه هذا الشخص له سنة سنتين ثلاثة أربعة اللي هو الوقت عم بفوت من نفس هذا الجهاز، فهلا انفتح من جهاز ثاني، فلما انا برجع من الجهاز الاساسي بعمل ريبورت انه الحساب تبعولي هاك، وبيطلبوا مني اوقات فيريفيكيشن اللي هو ابعت لهم صورة الباسبور تبعولي، او اتصور انا مع الباسبور، لانه حتى صورة الباسبور تبعولي ممكن تكون مسروقة، فبس ابعت لهم اياه بيردوا لي الحساب. تمام، طيب ذكرت مسيو رولان انه لحمايه الحسابات انه الباسورد لحاله ما كافيه، خلينا نقول لازم يكون في خطوتين لحمايه الحسابات، هل ممكن في شيء ثاني ممكن نقدر نعمله لحتى نحاول قدر الامكان نحمي الحسابات من الاختراق؟ اكيد رح اعطي عده نصائح لكثير اشياء هلا عم تصير مع العالم وهيدي عم تؤدي لعمليات الاختراق. اول شيء كلنا بنعرف انه نحن بمحل معين الانترنت غالي بالبلاد عنا، فكل واحد بس يروح على اي محل شو بشوف؟ بشوف اي فري واي فاي او بابليك واي فاي، او بيروح على كوفي شوب بيقول لهم بليز اعطوني الباسورد تبع الواي فاي وانا بدي اشبك عليها. هذا الموضوع واحد من اهم المخاطر، لما انا لما بشبك على واي فاي منه امن، او ما بعرف لمين تابع، او ممكن يكون انا اذا قاعد بكوفي شوب ممكن يكون مخترق قاعد موجود بالكوفي شوب وهو فاتح وايرلس وهميين بفكر العالم كانه انترنت، مجرد ما فوت انا على هذا الوايرلس اي شيء بكون عم بعمله بكون انا عم بساعد باختراق حساباتي. سو هذا اول نقطه. النقطه الثانيه اللي كمان عم تكون اخطر، هلا صرنا عم نشوف بكثير محلات بابليك تشارجرز، يعني انا بستخدم تليفوني كل نهار وصلت لمحل فضي بطاريه تليفوني، فبشوف محل اوكي كابل، يعني انا بوصل كابل وبشارج تليفوني، بس ما كلنا بنعرف انه هو ذاته الكابل اللي بشارج التليفون هو بنفس الوقت بيقدر بمحل معين يسحب الداتا، يعني انا بقدر اقصه على اللابتوب اسحب الداتا. سو انا اذا ماني شايف انه هذا الكابل من تاني ميله فايت بالكهرباء، او ما اذا ما انا عارف وين فايت انا ما المفروض استخدمه، لان ممكن يكون فايت بجهاز تاني او لابتوب تاني، مجرد ما انا وصلته عندي عم بيقدر يسحبوا مني المعلومات. سو موضوع الروابط كمان كثير مهم ننتبه على الروابط، عدم الضغط على الروابط. اول شغله بس حدا يبعثنا رابط، في عنا اذا بدك مواقع الكترونيه معينه مثل توتال فايروس مثل غيرها، او فينا نحن بنفوت على جوجل بنحط
تشيك يو ار ال سيفتي، يو ار ال هو اللينك يعني، او تشيك لينك سيفتي. فقبل ما نكبس على الروابط فينا نعمل كوبي بيست لهذا الرابط ونحطه نعمل له تشيك تنشوف اذا محل معين هذا الرابط فيه فيروس او حدا عم يجرب يخرقنا او شيء. تماما. طيب كمان عم نسمع كثير اشخاص عم بيقولوا انه موزع الانترنت او موزع خدمه الانترنت اللي عم بيكون بالاحياء او بالحارات، هاي المعلومات الشخصيه لاي واحد منا عم تكون موجوده عندن، فما مدى صحه هاي المقوله؟ صحيح 100%، وهذا الشيء بينطبق على نفس الشيء اللي سبق وذكرته هلا بموضوع اذا انا كنت بكوفي شوب وفتحت الوايرلس. هي بس نشرح للعالم شو هي. لما بنحكي عن الانترنت، الانترنت بالانجلش بيسموها نتورك اوف ذا نتوركس، بالعربي بيسموها الشبكه العنكبوتيه. شو يعني؟ يعني كل شيء مرتبط ببعض، يا بكيبلز يا وايرلس من دون كوابل. سو انا لما بكون اوريدي، شو يعني اخذ انترنت من موزع بالحي؟ يعني انا اربط حالي بالشبكه العنكبوتيه، انا طالع عبر شركه او موزع عنده بالحي. طالما انا طالع من عنده، يعني انا كل شيء عم بعمله عم بيقطع عبر هذا الموزع. هلا نحن كالملك اذا لاحظت اخر فتره عم نسمع انه واتساب بيقولوا لنا كل المراسلات والاتصالات هي اند تو اند انكربشن. شو يعني اند تو اند انكربشن؟ يعني مظبوط عم تقطع عبر الموزع وعم تقطع عبر اي حدا تاني، بس بنفس الوقت عم تروح مشفره، سو ما في حدا يطلع عليها، بس مش كل التطبيقات هي مشفره. فكالملك اي شيء انا عم بستخدمه من انترنت من محل غير موثوق او شيء، واذا كانت المعلومات غير مشفره هي بالنهايه عم تقطع عبر الخوادم تبوله، عبر السيرفرات تبوله، ممكن بمحل معين يقدر يطلع عليها. تمام. طيب إذا بدنا نحكي بنقطة تانية وهي موضوع التجسس، عم نشوف مثلا من خلال تطبيق فيسبوك نكون قاعدين كأشخاص مع بعض ونذكر شخص معين، بس نفتح فيسبوك فعم نشوف أنه عم يطلع لنا بأشخاص قد تعرفهم أو people you may know، فشلون عم بيتم هذا الشيء أو ما تعليقك على هذا الموضوع؟ اوكي، هون هاي نقطة كثير مهمة مريم، وشكرا على السؤال لأنه هنوضح مفاهيم خاطئة جدا عند العالم. هلا الأكيد في تطبيقات وفي القدرة إنه الواحد يقدر يتنصت على الميكروفون أو على الكاميرا تبعولنا من دون ما نحن نستخدمهم، هيدي أوريدي أكيد موجودة. بس بنفس الوقت اللي بيصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني شركة مثل فيسبوك إذا بتثبت عليها إنه هي عم تتنصت على الميكروفون بيدفعوا غرامات بمليارات الدولارات واليوروات. بس اللي عم بيصير هو كيف؟ أنت لتس سي صديقة مع شخص معين معك بالجامعه او معك بالمدرسه او اي شيء، اوكي؟ سو انت صديقه معه، او انت اذا بمحل معين كنت مع صديق معين، وهذا الصديق كان هو عامل بحث انه بده يسافر على باريس او اي شيء او كذا، اوكي؟ سو انت جيت هلا وقعدت معي انا وياك قاعدين بنفس المكتب بنفس اللوكيشن، سو مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعمل تراكينج، تاخذ معلومات منا لللوكيشن تبعيتنا، لمين الكومن فريند، لان سو اون لان سو اون. سو اذا انت بمحل معين، انت صديقي مع هذا الشخص وكونكتد معه على فيسبوك على انستغرام، ورجعت جيت انا وياك، قعدت انا وياك وقاعدين عم نحكي. سو لانه صرنا انا وياك بنفس اللوكيشن، بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي رح تقول طالما انت صديقه مع هذا الشخص وكنت موجوده معه بنفس اللوكيشن بمحل معين، وهلا انت قاعده معي، سو انا بمحل معين صرت اعتبر لوك الايك اودينس. لوك الايك اودينس يعني انا ممكن يكون عندي انترست او اهتمام كون صديق مع هذا الشخص. نفس الشيء بالنسبه لموضوع اذا هو كانوا عم يفتشوا انه هن بده يسافروا مثلا على باريس، اذا انت هلا مثلا رحت على البيت كنت عم تعمل بحث انه انت بدك تسافر على باريس، سو انت التاج بتصير انه مثل كانوا حطوا عليك وسم انه انت شخص مهتم بالسفر على باريس. تيجي بقعد بحكي انا وياك وبقول لك انه والله انت بدك تسافر على باريس اند سو اون اند سو اون. سو مجرد ما انت عليك هذا الوسم وانا وياك هلا صرنا موجودين بنفس اللوكيشن، سو انا كمان صرت ممكن يكون عندي نفس الاهتمام اللي انت عندك اياه اللي هو موضوع السفر على باريس، فراح يبين عندي انه انا ما عملت بحث عليه. تمام، معناته هي الفكرة هي عم بيكون في ربط للمعلومات بين المستخدمين. صح، عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي. تمام، طيب بنصائح أخيرة مسيو رولان لحتى نختم حديثنا لليوم، نصائح للأشخاص بخصوص الأمن السيبراني وحماية الحسابات بنصائح. أول كلمة بدي أقولها عن جد لكل العالم وبضل نعيدها، Trust no one، Zero trust، عدم الثقة بأي حدا. وبرجع بقول ما حدا يقول لي هيدا جوزي، هيدا مرتي، هيدا صديقي، هيدا أصحابي، واتفر. لما بقول عدم الثقة مش يعني عدم الثقة بالأشخاص، لما بقول عدم الثقة يعني أنا إذا بدي أقول أنا ما بوثق بمريم، مش لأنه أنا ما بوثق بمريم، أنا بوثق بمريم كشخص، بس أنا ما بوثق بهاتفها، أنا ما بوثق بالواتساب تبعولها، أنا ما بوثق بالإيميل تبعولها، أنا ما بوثق بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كلهم ممكن يكونوا مخترقين. هيدي أول شغلة. عدم الثقة بأي رسالة توصلنا بيقولوا لنا إنه نحن معكم من وزارة الاتصالات أو من وزارة الأشغال أو من أي وزارة مفروض تكبسوا هذا الرابط أو شيء.
عدم الثقة بأي روابط تيجي من البنوك، تحديث معلومات أو أي شيء أو كذا، عدم الثقة بأي رسائل بيجوا بيقولوا لنا إنه أنتوا ربحتوا أو أنتوا كذا أو أنتوا كذا، عدم الثقة بأي شيء لما بنشوف موضوع تداول العملات المشفرة وغيرها. فكل هو المواضيع نحن شو بدنا نعمل؟ إذا أنا وصلت للرسالة مثلا إنه في حدا عمل لي ريبورت على فيسبوك، المفروض أكبس على هذا الرابط كرمال حدث معلوماتي أو ظبط معلوماتي، ما بكبس على الرابط، فوت انا على موقع فيسبوك، لانه اذا في شيء جاييني من فيسبوك رح يبين بالنوتيفيكيشن عندي، صح. اذا شيء جاييني من انستغرام ببين عندي بالنوتيفيكيشن، اذا طالبين مني غير باسورد وصل لي ايميل انه الباسورد تبعولك ممكن يكون مخترقه، فوت غيرها، فوت على التطبيق وبغيرها من قلب التطبيق. هول كلهم المفروض يساعدونا نخلق وعي، وقبل ما نكبس على اي رابط نتاكد بمحل معين انه هذا الرابط مظبوط لهذا الموقع. وننتبه، مش يعني اذا موقع اذا رابط موجود بقلبه كلمه فيسبوك يعني بمحل معين هذا تابع لفيسبوك، يعني ممكن يكونوا حاطين شو ما كان وزايدين كلمه فيسبوك بالموقع، تيكون الموقع تابع لفيسبوك بده يكون موجود فيسبوك دوت كوم، هو هذا الاساس، لانه ننتبه في عالم بحطوا اشياء معينه وبكبوا كلمه فيسبوك برابط طويل، طيب شونا يقولون انه احنا بهذا الموقع. تماما، شكرا كثير لحضرتك مسيو رولان للتوعية دائما حول أهمية حماية الحسابات. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله يكون في عنا لقاءات تانية للاستمرار بموضوع التوعية. شكرا شكرا لك مريم. شكرا.